صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بألف خير وسلام وصحة. تعالوا نشوف النهاردة هناخد درس جديد، وتعالوا كده مع بعض نستعرض ونشوف درس النهاردة اسمه ايه. درس النهاردة اسمه حرف السين، اسمه حرف السين. وحرف السين ده سهل خالص، احنا خدناه قبل كده، وهو اخو شين، بس مش عليه التلات نقط. تعالوا كده مع بعض نشوف درسنا النهاردة هيقول لنا ايه. اول حاجة بنشوفها مع بعض، بيقولك تعالى نشوف اشكال حرف السين بالكلمة. أشكال حرف السين بالكلمة يعني هو عايز يقولك هوريك حرف الشين، وهو في أول الكلام، وهو في نص الكلام، وهو في آخر الكلام. تعالوا كده نشوفه مع بعض. برافو، آتي حرف السين وهو في أول الكلام، فاتح إيده، مادد إيده، وماسك صاحبه اللي بعده. وده شكل حرف الشين، السين، وهو في نص الكلمة، وفاتح ايده الاتنين، ماسك صاحبه اللي هنا وصاحبه اللي هنا. وده شكل حرف السين وهو اخر الكلمة، فهو ماسك صاحبه اللي جاي قبله، لكن بطنه اتقفلت عشان مفيش اي حرف تاني وراه. ويبقى دي أشكال حرف السين الموجودة في الكلمة، أول الكلام، وفي نص الكلام، وفي آخر الكلام. تعالوا مع بعض كده نشوف. برافو، أنا سمع أصحابي بيقولولي دي سين فتحة وصوتها سا. برافو، صوتها سا. طيب ايه دي؟ سمكة. برافو، يبقى سا سمكة. يلا قول معايا، سا سمكة. مين يعرف يستهجالي كلمة سمكة؟ سين ميم كاف تاء مربوطة، شاطرين. يبقى صوت حرف السين وهو عليه فتحة س، س سمكة. تعالوا كده نشوف ايه ده. سو، سين عليها ايه يا سنة أولى؟ عليها ضمة. سو سو سلم. برافو، أنا سامع أصحابي بيقولوا معايا سو سلم. وكلمة سلم بتتكون من ثلاث حروف وهم سهلين جدا، سين لام ميم سلم. تعالوا كده نراجعهم مع بعض. سا سمكة، سا سمكة، سو سلم. برافو. سي، شاطرين يا سنة أولى، سين عليها كسرة، سي سي سنجاب، سي سنجاب. كلمة سنجاب بتتكون من كام حرف يا سنة أولى؟ برافو، خمس حروف. طب تعالوا نستهجاهم مع بعض. سين نون جيم ألف باء، سنجاب، سي سنجاب. عليها ايه سنة أولى؟ عليها سكون، سق سق سق. جسم، شاطرين، جسم. مين يعرف يستهجى معايا كلمة جسم؟ جيم سين ميم. وزي ما احنا عارفين ان الحرف الساكن لازم يجي في نص الكلمة، ما ينفعش يكون مكانه في أول الكلمة أو في آخر الكلمة. تعالوا نقولهم تاني مع بعض. سي سنجاب، س جسم،
تعالوا نشوف التدريب ده كده مع بعض ونحله سوا. اختر حرف سين المناسب مكان النقط. طب تعالوا كده نشوف التدريب بيعمل ايه. دي صورة ساعة يا ميس منى، برافو، ساعة. طيب يا ترى كلمة ساعة هناخد لها سين عليها فتحة وصوتها سا، ولا سين عليها ضمة وصوتها سو، ولا سين عليها كسرة وصوتها سي؟ شاطرين، أنا سمع أصحابي بيقول كلمة ساعة سين عليها فتحة سا، ساعة، سين، ألف، عين، تاء مربوطة، ساعة. يلا نحل مع بعض التدريب التاني. شاطرين، دي صورة سفينة، سفينة. يا ترى كلمة سفينة هنحط لها صوت السين فتحة سا، ولا السين ضمة سو، ولا سي كسرة سي؟ شاطرين، أنا سمع أصحابي بيقول كلمة سفينة سين فتحة. يلا نحل مع بعض التدريب التالت. كلمة سلحفاة، وطبعا أول ما هتنطقها هي سهلة خالص، سين ضمة سلحفاة، سو، سلحفاة. شاطرين يا سنة أولى، برافو. أتمنى أن يكون الدرس عجبكم، وأشوفكم المرة الجاية على خير بإذن الله.